قام سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة تفقدية صباح أمس إلى مدينة خليفة، تفقد خلالها نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع والتي تتكون من 1560 وحدة سكنية يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي. وتأتي زيارة وزير الإسكان بالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن توزيع الوحدات الجاهزة في مدينة خليفة، وتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توزيع 5000 وحدة سكنية. كما اطلع الوزير على سير العمل في موقع العمل الآخر في المدينة والذي يشهد تنفيذ 862 وحدة سكنية و192 شقة سكنية، وهو المشروع الذي أوشكت نسب الإنجاز به على الانتهاء مع نهاية العام الجاري، والذي يشهد في الوقت ذاته تسارعا كبيرا من حيث الأعمال الخاصة للبنية التحتية، الأمر الذي سيسهم في سرعة تجهيز دفعة جديدة من الوحدات للتسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما قام المهندس الحمر بزيارة موقع العمل الذي يشهد تنفيذ 120 وحدة سكنية والتي تم تنفيذها وفق نماذج البناء التي أعدتها الوزارة مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية، وهي المؤسسة الاستشارية التي قامت بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع. وعلى هامش الزيارة التفقدية قام وزير الإسكان بالاطلاع على سير إجراءات تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمواطنين المشمولين في برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية في مدينة خليفة، حيث قام بتقديم شرح حول جهود الوزارة لتنفيذ تلك الوحدات ومميزاتها وتصاميم البناء التي تم اختيارها لتناسب احتياجاتهم. وقال الوزير إن الاهتمام بمشروع مدينة خليفة يأتي في إطار أنه يصنف كأحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ترتكز عليها الحكومة الموقرة في خطة توفير 25000 وحدة سكنية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه المدينة توفر 6000 وحدة سكنية وهي تعد ثاني أكبر مدن البحرين الجديدة من حيث عدد الوحدات بعد مدينة سلمان. طبعا تأتي اليوم زيارتنا لمدينة خليفة للاطلاع على سير العمل في هذه المدينة اللي تعتبر الثانية من ناحية الحجم، من ناحية المساحة، ومن ناحية عدد الوحدات السكنية. اليوم احنا طبعا متواجدين للتأكد من أن الخدمات كلها جاهزة وتم فحص الوحدات السكنية. كون الأسبوع الماضي بدأنا في تسليم مفاتيح للمواطنين من ضمن 5000 وحدة سكنية اللي أمر فيها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. طبعا هذه الزيارات راح تستمر ونزور المدن المشمولة من ضمن قاعدة التوزيع للإطمئنان على سير العمل وعلى جهوزية الوحدات السكنية.